الميكروفون أنت اللي تخبر. في الدورة 13 لبطولة الجالية العربية لكرة القدم في العاصمة الألمانية برلين، توج فريق الجزيرة بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق نادي الكوثر الرياضي. البطولة هذه ينظمها نادي الكوثر الرياضي في كل عام، حيث شارك في الدورة 16 فريقا من مختلف الجاليات العربية. احنا في نظرنا اللي الهدف متاعنا كنا حاطينه اللي معناها باش تكون الدورة معناها مخالفة للدورة الفارطة، في بكل معناها تعدى الدورة بكل سلامة، لا في كل أخوية وروح رياضية، تحابب تأخي. الحمد لله نقولوا نحمد ربي نشكروا اللي معناها الدورة تعدات سلامة والناس كل فرحانين، إن شاء الله يكونوا فرحانين واحد كل شيء. هذه الرسالة إحنا حابين نوصلها لأصحاب الأمر أو أولو الأمر منا، إنه إحنا شعوبنا كلها الشعوب العربية كلها شعب واحد وكلها قلوبنا على بعض، كما رأيت الألفة والمحبة والتوافق بين جميع الجاليات العربية هنا كان شيء رائع ومميز، وهي رسالة واضحة للكل، لكل مسؤول من أولي الأمر نقولهم يعني نحن شعب بحاجة إنه نتوحد مع بعض. هو ما بده أجواء حماسية شهدتها البطولة التي استمرت على مدار يوم واحد، كما ساد جو من المحبة والتفاهم بين جميع الفرق المشاركة رغم الربح والخسارة. الأجواء كانت رياضية وبين الإخوة العرب، بعيدا عن الفوز والخسارة أهم شيء بتتلقى الشعوب كلياتها اللي متواجدة بألمانيا. بالتأكيد تنظيم هيك نوع من الدورات إلى إيجابيات، إنه بتقرب الناس من بعضها وبتحبب الناس ببعضها، لحتى بلكي بنوصل لك لجاليات عربية حسب طموحاتنا كلياتنا، كل العالم كلها مترابطة وبتحب بعض وقريبة لبعض، لأنه القواسم بيناتنا كتير كبيرة. هو شيء نحن بنفتخر إنه بنمثل بلدنا لبنان، وهي الدورة عم تنعاد كل سنة، ومثل ما شفتوا انه في كذا دولة عربية، نحن يعني الانسجام اللي بيناتنا هو بيلعب دور انه نوصل يعني رسالة انه نحن حتى لو مغربين الشعوب العربية كلها بتنضب بنشاط رياضي ترفيهي، ونحن بنتشرف انه بنمثل بلدنا لبنان. ونحن بنشكر الماي تي في على الدعم والمواكبة، ونتشكركم وإن شاء الله منشوفكم السنة الجاية. أنظر فأين أما بسامي فضل مشكور. وفي ختام الدورة وبعد تتويج الفرق واللاعبين، كرمت إدارة نادي الكوثر قناة الشرق الأوسط في أوروبا ماي تي في التي واكبت تنظيم الدورة منذ البداية، حيث تسلم مدير مجلس إدارة القناة الأستاذ فراس الغول الدرع التكريمي من قبل الهيئة المنظمة. الأخ فراس الغول من ماي تي في على دعمه الغير محدود للشعب الدورة، دعمه لتحقيق الدورة ودعمه لكذا فريق في هذه الدورة إعلاميا وكمان ماديا، فألف شكر مرة ثانية للأخ الأستاذ فراس الغول رئيس مالك قناة ماي تي في. بشكرك كثير حبيب قلبي، بشكرك كثير، بدنا صورتين الإعلام معلش.